فهد بن سعيد تعرفون الفنان التائب بس الله عز وجل يغفر له، مات الله يرحمه. فهد بن سعيد في يوم من الأيام كانت عنده حفلة في المنطقة الشرقية، وفي حر الشرقية، في حر الشرقية والرطوبة، يقول طالعين مواعدين بياع بيشترون مخدرات منه. يقول أنا معي 2005 وخوي معها 1005 وطالبين من البياع كمية بقدر فلوسنا، وعشان عندنا حفلة. يقول وصلنا عند الإشارة، يقول شفت منظر بكاني، لاحظ رايح يجيب مخدرات. يقول شفت عجوز في الشمس في الحر ما عليه الله يكرمكم نعال، حافية معها فاتورة كهرب تشحذ عند الإشارات. يقول ناداها نزل التريشة وعطاها 2005 وقال ما تخوية هات 1005. خوي قال لا يا ولد موعدين الرجال، قال جب، خذ 1005 وأعطاه العجوز، قال له ارجع الشقة، رايح بيحي حفلة، رايح يشتري مخدرات وموعد البياع، والبياع يتصل يلا وينكم قاعد احتريكم، ما تحمل هذا المنظر. فلا تتعجب انه يوفق التوبة. شوف اذا كانت المعصية نابعة من خبث في النفس فهذا عادة لا يوفق الى توبة ولا الى حسن خاتمة. واحد عنده اربع حريم جميلات ويتسور بيت من اجل ان يزني بامرأة قبيحة كبيرة في السن، فهذا دفع للمعصية. الحاجة عم الخبث، خبث هذا ما يوفق التوبة ولا الى حسن خاتمة. لكن واحد دخل امه مستشفى اهلي وقال لازم عملية وجيب 1005، طق باب بابين ثلاثة ما حد استقبله، فاضطر انه يكسر دريشة وياخذ 1500 عشان ينقذ امه. دفع للمعصية خبث ولا حاجة؟ والله هذا يوفق التوبة والحسن خاتمة. لذلك فهد بن سعيد وفق الى توبة. وكان في احد اللقاءات الشيخ سعد بريك احنا على الهواء مباشرة، اتصل هو في نبض الشباب برنامج على القناة الرياضية السعودية، فقال له الشيخ سعد احنا على الهواء وانا كنت مع الشيخ في اللقاء والشيخ آدم الجبار، قال له يا فهد بن سعيد رد على الناس، الناس يطلعون اشاعات، لان كانت الشركات تجي تعطيه شيكات على بياض على انه يرجع يغني، رفض. قالوا طيب لا تغني عطنا لحن جديد، رفض. قالوا يا اخي مرسد شبح وفلة وشيك بس اسمح لنا ان ناخذ حقوق اشرطتك القديمة، رفض. طيب والمقابل وش هو؟ فراش مدرسة. انا اتعب والله اتعب ما اتحمل، والسيارة ابو نفيل 81، والبيت اللي هو ساكن فيه مو بيت، غرفتين، واحدة ينام فيها واحدة حاطة مطبخ. طق عليه واحد من شباب البيت وينادي يا ابو خالد يا ابو خالد، رد عليه بعدين قال تكفى الله يرحم والديك لا تحرجني، والله ما في مكان اقلطك فيه، والله ما في مكان اقلطك فيه. مات وحيد الجزيرة فهد بن سعيد الله يرحمه، هو يتوضى لصلاة الظهر مؤذن، يتوضى بروح يدن، بعد ما توضى كامل سقط ميت. لكن والله يا شوارع القصيم كلها إنها مثل السيل الهايج من الناس، موعدنا يوم الجنائز. والله ان العالم صلوا في الشوارع والناس فوق الخزانات يصورون، ما شهدت القصيم جنازة لا العالم ولا العابد ولا التاجر مثل جنازة فهد بن سعيد. هنا ينفع الإنسان صدقه، هنا ينفع الإنسان تغييره، هنا ينفع الإنسان إقباله على الله سبحانه وتعالى، هنا تنفع التضحية. حتموت لو قبل الشيك، لو غنى، لو انفتن، حيموت يومه موعود. لكن الثبات، الثبات، الصبر. شبابنا هذه نماذج مين من السلف ولا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول ايوه
دول الصحابة والسلف الصالح يا حبيبي، احنا غير وجدة غير. لا، هذا من الواقع، هذا من سنوات.